تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، تنظيم مبادرة شتاء دافئ وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بالمحافظات. زيلنسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، وبوتين يبحث عن الدعم في بيلاروسيا. وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ لتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات. يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين. في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين، فقد نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات. ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تبني رؤى السيد الرئيس نحو الجمهورية الجديدة. إحنا اللي جمعنا أجلنا، وطننا دايما على بالنا، إحنا مستقبل الوطن، حلمنا فكرنا عملنا، ونجحنا دي بداية كفاحنا، ولسه في كتير قدامنا، احنا مستقبل الوطن. نشكر سيادة الرئيس على المبادرة بتاعته، والله ينصره، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا للرئيس، شكرا جدا للمبادرة اللي انت عملتها لنا للغلابة، وبيشكروك جدا 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 يا رئيس. ربنا يخليه ويبعد عنه الناس الوحشة، والله العظيم، والله العظيم انا بحب السيسي قوي قوي. عظيم السلام اللي بيعيش لها، واللي بيموت لها، واللي بيتعب ويشقى وهمه. يا رئيسنا مفيش غير هو اللي رفع مصر، تحيا مصر. ألف شكر لسيادة الرئيس، الرئيس بتاعنا اللي انتخبناه، وابونا واخونا وكل حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا رئيس، تحيا مصر. شكرا يا رئيس على كل اللي بتقدموه للناس الغلابة. متشكرين جدا يا رئيس على الهدية اللي حضرتك اديتها لنا، وربنا يخليك لينا ولمصر. سنة طيب يا ريس، وخلي ربنا يخليك لينا، وتحيا مصر. كل سنه هو طيب ويعود على اهل الايام بخير، ويعمل على من يعاديه يا رب. ربنا يخلي لنا يا ريس، تحيا مصر. كل سنه انت طيب يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر. بارك فيك يا رئيس، ان شاء الله يجعلك سند للدوله واهل مصر كلهم ان شاء الله. يا خليك لنا يا سيس، وخليك لمصر والدنيا كلها، وخليك الدنيا كلها ومصر. اجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للراي حول رؤيه المصريين للتحول الرقمي،
وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين يمتلكون كروتا بنكية، حيث تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية والمدن. كما أشارت النتائج إلى أن 21.5% من المصريين قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 827 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدومة تم ضبط 91 طن. أما في مجال حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لأرز الشعير والأرز الأبيض تم ضبط 636 طن. وفي مجالي حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية تم ضبط 52 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فقد تم ضبط 27 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 988 قضية، من بينها 219 قضية خبز ناقص للوزن و 273 قضية لخبز غير مطابق للمواصفات. وصل رئيس أركان الجيش العراقي ونائب قائد العملية المشتركة إلى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الحدث الإرهابي الذي تعرضت له قوات الشرطة الاتحادية بالمحافظة. كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي في كركوك والذي أسفر عن مقتل 9 من قوات الأمن، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة سومي بشمال شرق البلاد بقذائف الهاون. وذكرت القيادة أنه لم تقع إصابات بين العسكريين ولم تتضرر أي معدات، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين سكان المحليين أو أضرار بالبنية التحتية المدنية. أوضحت القيادة أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 16 غارة على العديد من البلدات المحلية التابعة لمنطقة سومي. أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 4 صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بلغرود المتاخمة الأوكرانية. ولم تعطي وزارة الدفاع الروسية المزيد من التفاصيل، فيما قال حاكم المنطقة إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في قصف أوكراني بالمنطقة. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في لاتفيا مع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها في عام 2023. أضاف البيان أن سوناك سيعلن أيضا عن تزويد بلاد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني.
for highlighting very practically the extra support that you need. من ناحية أخرى، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، طلب تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة. ووجه زيلنسكي طلبه لسوناك خلال كلمة عبر الفيديو، مشيرا إلى ضرورة تزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي. وبينما يدعم الحلفاء الغربيون أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للعملية العسكرية الروسية. ميدانيا، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة. وأفاد شهود بسماع عدوية عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة. لا تزال معركة السيطرة على السماء الأوكرانية مشتعلة وسط عمليات عسكرية متواصلة من هنا وهناك. الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أعلنت إسقاط 9 طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة. شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجارات عدة في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة، حيث ظلت صافرات الإنذار تدوي معظم ساعات الليل للتحذير من الغارات الجوية. تزامنا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة، وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا. ووجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، لافتا إلى أن قصفا روسيا استهدف مدينة خرسون الجنوبية التي تعرضت لهجمات متكررة منذ أن استعادت قوات كييف السيطرة عليها الشهر الماضي. وأكد الرئيس الأوكراني أن خرسون تتعرض لقصف متواصل منذ انسحاب القوات الروسية منها في نوفمبر، كما انقطعت الكهرباء عن المدينة في وقت سابق هذا الأسبوع. تصريحات زيلينسكي تأتي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا في زيارة يناقش خلالها تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية. وذكر بيان للكرملين أن زعيمي البلدين على اتصال بشكل منتظم، ولكن كانت جميع مفاوضاتهما الثنائية واسعة النطاق تجرى في روسيا خلال السنوات 3 الماضية، فيما كانت آخر زيارة لبوتين إلى بيلاروسيا في يونيو 2019. قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سامسون إن الاتفاق على سقف الأسعار الغاز أصبح قريبا. وأظهرت وثيقة لوكالة رويترز للأنباء أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف الأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة دول التكتل في بروكسل. ولم تتوصل دول التكتل اتفاق بشأن وضع سقف للسعر رغم مرور أشهر من المفاوضات، كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف ذلك من أزمة الطاقة في أوروبا أم سيفاقمها. ينفذ نحو 10,000 موظف من سائقي سيارات الإسعاف والتمريض في إنجلترا وويلز إضرابا اعتبارا من غد الثلاثاء بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور. تأتي الإضرابات بعد تنفيذ أطقم التمريض إضرابا عن العمل الخميس الماضي في أجزاء من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. في أكبر إضراب من نوعه في تاريخ الخدمات الصحية البريطانية، ينفذ نحو 10,000 موظف من سائقي سيارات الإسعاف والتمريض في إنجلترا وويلز إضرابا اعتبارا من الغد الثلاثاء بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور. وفي محاولة للحد من الأضرار، أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1,200 عنصر من الجيش سيحلون مكان موظف الإسعاف وقوات حرس الحدود المتجهين إلى الإضراب، مشيرة إلى أن
عناصر الجيش سيعملون على سد فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تشغيل خدمات الخطوط الأمامية. وبينما تؤكد اتحادات النقابات على أن عناصر الجيش ليست مدربة بالشكل الكافي للحفاظ على خدمات الخطوط الأمامية، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد. وبعد إنهاء إضرابها للموافقة على مناقشة الأجور، قالت نقابة التمريض إنها أعطت الحكومة مهلة 48 ساعة لزيادة الأجور، وإلا ستعلن عن تحركات واسعة النطاق في رأس السنة. وتأتي الإضرابات بعد تنفيذ أطقم التمريض إضرابها عن العمل يوم الخميس الماضي في أجزاء من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، كما ينفذ أعضاء المعهد الملكي للتمريض إضرابا ثانيا غدا. الحكومة من جانبها قالت إن رفع أجور عمال الإسعاف والتمريض تقرر من قبل هيئات مستقلة لمراجعة الأجور، والتي أوصت بزيادة الرواتب بنسبة 4.75%، لكن مع ارتفاع معدل التضخم أكثر من 10% وفي ظل معاناة العديد من ارتفاع كلفة المعيشة، قالت النقابات إن ذلك يمثل خفضا في قيمة الأجور لا يمكن تحمله. بحث وزير دفاع كوريا الجنوبية مع أعضاء لجان البرلمان الأوروبي التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية. وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الاجتماع جاء في الوقت الذي تسعى فيه سول لتحسين التعاون الأمني مع أوروبا من خلال افتتاح بعثتها في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل مؤخرا. أعلنت روسيا إجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين من 21 وحتى 27 من ديسمبر الجاري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي، كما أضافت أن الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قتل 5 أشخاص وأصيب آخر في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا. وأعلنت الشرطة الكندية أن المشتبه به قتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفة أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني. فقد 31 من عناصر البحرية التايلندية إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد. وأعلنت السلطات أن 75 من أصل 106 من عناصر على متن السفينة تم انتشالهم من المياه في عملية إنقاذ شاركت فيها مروحيتان وفرقاطتان وسفينة برمائية. وكانت السفينة التابعة للسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند على بعد 37 كيلومترا عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها. ذكرت وسائل إعلام أن نحو 36 شخصا أصيبوا بجروح، من بينهم 11 حالة في حالة خطيرة عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة. وقال متحدث باسم شركة الطيران إن الطائرة كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم. في حادثة خطيرة كادت أن تتسبب في كارثة محققة، تعرضت طائرة تابعة لخطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى هونولولو، مما أسفر عن سقوط عشرات المصابين. سنعمل مع المجلس الوطني لسلامة النقل لأنه كانت هناك إصابات خطيرة في هذا الحادث. المجلس سيرغب في المشاركة وسنعمل معهم. سنوفر بيانات من مسجل بيانات الرحلة لفهم ما حدث بالضبط، ومن الواضح أننا سنجري مقابلات مع جميع أفراد الطاقم لمحاولة فهم كيفية حدوث الحادث. الطائرة وهي من طراز إيرباص A330 كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر. وقالت صحيفة محلية إن فرق الطوارئ انتقلت سريعا إلى مكان الحادث وعالجت أكثر من 30 شخصا. وأضافت الصحيفة أن 9 آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان
فقدانا للوعي. من جانبها أعلنت شركة الطيران توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الخفيفة، بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية. ضغط مشرعون أمريكيون على الرئيس جو بايدن للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء، وبدأ الآلاف من طالبي اللجوء في التحرك إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في انتظار تخفيف قيود فيروس كورونا. مع اقتراب انتهاء أجل العمل بالقيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، ينتظر الآلاف من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة على أمل العبور نحو المستقبل بعد انقطاع دام لعامين. المدن الحدودية الأمريكية تستعد لتدفق موجة جديدة من طالبي اللجوء بعدما تحرك قاض أمريكي في نوفمبر الماضي لإلغاء سياسة وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020، وأتاحت لسلطات الهجرة إعادة طالبي اللجوء سريعا إلى المكسيك ودول أخرى. ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه السياسة في 21 من ديسمبر الجاري. ومع تدفق الآلاف من طالب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أعلنت المدن الحدودية حالة الطوارئ، وأرجعت ذلك إلى وجود مئات المهاجرين الذين يفترشون الشوارع وسط درجات حرارة منخفضة، فضلا عن إلقاء القبض على الآلاف يوميا. ضغوط كبيرة يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحرك سريعا نحو إحياء السياسات السابقة التي كانت تسعى لتسريع مراجعة طلبات اللجوء وتعجيل عمليات الترحيل وتفعيل سياسة طلب اللجوء فقط عبر نقاط العبور الحدودية الرسمية. سجلت معدلات تلوث الهواء في نيودلهي ارتفاعا كبيرا، حيث تحتل نيودلهي باستمرار المراتب الأولى بقائمة أكثر المدن تلوثا في العالم. مع انخفاض درجات الحرارة، زاد تلوث الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي سوءا، حيث أدى انخفاض الحرارة والرياح الهادئة إلى احتجاز الملوثات، ويتسبب ذلك في أمراض مثل الربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى كل شتاء، لأن الهواء الثقيل لا يسمح بتبدد عوادم السيارات وغبار البناء ومخلفات حرائق المزارع بسهولة. وكانت جودة الهواء في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة سيئة جدا بشكل عام، وترى رجعت إلى شديدة السوء في بعض المناطق وفقا لبيانات من اللجنة المركزية لمكافحة التلوث. وألقت الشبكة الحكومية لمراقبة جودة الهواء وتوقعات وأبحاث الطقس باللوم على انخفاض درجات الحرارة وتباطؤ سرعة الرياح. كانت درجة حرارة دلهي تحوم حول 6 درجات مئوية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يقل عن الحد الأدنى الطبيعي البالغ 8 درجات مئوية لهذا الوقت من العام. وتحتل نيودلهي باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم، وقد تصدرت في وقت سابق العاصمة الهندية قائمة آي كيو إير للمدن الرئيسية التي تعاني من الهواء الأكثر تلوثا. رصد فيديو تم نشره على موقع وزارة الدفاع مظاهر الحياة والبهجة على أراضي سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز. ورصد الفيديو حال الأسواق والمحال وتردد المواطنين على الأماكن العامة بكل حرية وأمن وسلام. هي مدن محافظة شمال سيناء قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة، وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة: تنمية زراعية، تنمية صناعية وتعدينية، تنمية ودي المهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية، حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش.
مينا العريش طور تطوير شامل لخدمة أهالي شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها اللي هي في الشمال في 3 مواني وفي الجنوب 3 مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا، قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور المينا بشكل قوي جدا بناء على توجيهات الدولة، ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير مينا العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء وللجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد مينا على البحر الابيض المتوسط. مينا العريش ليها مميزات، بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر إن شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء. هذه ملحمة الانتصار، ملحمة العبور، ملحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا، تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا أنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير والوضع الأمني فيها كويس جدا، ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد بمدينة العريش أحد نماذجها. احنا النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش وبيتميز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا جامعة سيناء. المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وأيضا رفح حوالي 621 عمارة سكنية في رفح الجديدة، وأيضا المنازل البدوية برضو جهاز تعمير سيناء لنا شرف العمل في المنازل البدوية، لأن طبعا حضرتك عارف الثقافة البدوية والثقافة السيناوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية، المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية. المحطة دي مبدئياً بتنتج 100,000 متر في المكعب في اليوم مياه، وهي قبل التوسع تبقى 300,000. طبعاً بعد التوسعات دي هتبقى طبعاً أكبر محطة يمكن في الشرق الأوسط يعني، ودي حالة مشكلة كبيرة هنا بالعريش، لأن طبعاً العريش من زمان عارفين فيها مشكلة مياه، يعني مياه ماسكة بتيجي ماكسيموم من يومين في الأسبوع. وعلى مستوى التعليم، شهدت مدن المحافظة افتتاح العديد من المدارس خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. بالفعل عدد المدارس بيزداد، إحنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات، إحنا بدأنا بمدرسة واحدة، إحنا النهاردة عندنا 10 مدارس من هذه النوعية، وحرص وإصرار الدولة ووزارة التربية والتعليم على توفير كافة أنواع التعليم في المحافظة. المدرسة كويسة والله رفع راسنا وبتعلمنا كويس، والصراحة أنا فخور إن أنا في المدرسة دي، يعني بيعملونا حلو وما شاء الله على مدرسينا بيشرحوا لنا كل حاجة، بنقدم المنهج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هم تقدر توصل ليهم. المدرسة مهتمية بينا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس، بيدونا موسيقى، بيدونا رسم، بيعلمونا على الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، ما فيش أي مشاكل من أي نوع يعني، ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده وعرض المواد التعليمية عليها. وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير، حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. طبعا في حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام، والحمد لله احنا قد المسؤولية بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة. لكن إنشاء كلية الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا، هتبقى أفضل كتير يعني إن شاء الله. لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى ما شاء الله يعني
باجي كل يعني الحمد لله دكاتره حرام كله يعني مستوى يعني فرقت بين الاول والحين بصراحه كله الحمد لله زي العسل. وهكذا عادت الحياه الى مدن محافظه شمال سيناء امنه مطمئنه. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا وبقينا زي كل المحافظات. الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلوة خالص والأمن والأمان أحسن من الأول كمان يعني. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل علشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما، حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد ووضع البلد أحسن من الأول وفي حالة تقدم في البلد. الوضع الأمن 100 100، فيش أي حاجة، احنا في وضع أحسن كتير من سنين فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100% وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروز، أرض المعادن والكنوز، سيناء منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين. أشار المركز إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية وآليات تشغيلها وكذلك إدارتها مع استمرار ملكيتها للدولة. انطلقت فعاليات مؤتمر نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافي والذي يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدينية العامة والمفكرين وأعضاء مجلس النواب. وخلال المؤتمر أكد رئيس الطائفة الإنجليزية القس أندريا زكي تقديره لدور الدولة في دعم قضية المواطنة. إحنا مهتمين بالتنوع، قضية التنوع مهمة، وأنا أشرت إلى العلاقة الوثيقة بين التسامح والتنوع، والتسامح بمعنى أنك يكون هناك مكان للآخر المختلف، فربط التسامح بالمواطنة بالتنوع ودعم المواطنة هي من القضايا المهمة اللي ناقشناها النهاردة. دعم المواطنة والتنوع الثقافي فالحقيقة ده أحد الموضوعات الهامة للغاية واللي لها صدى مهم، ومن خلال هذه الجلسات بعتقد أن هيكون في العديد من التوصيات التي يجب أن يعمل عليها كل الأطراف الحاضرة وبما فيهم مجلس النواب في القدرة على اتخاذ ما من شأنه من إجراءات تشريعية أو رقابية بتضمن مزيد من الدعم للتنوع الثقافي والحضاري والمواطنة داخل المجتمع المصري. حوار غاية في الأهمية بيتحدث عن المواطنة والتنوع الثقافي، وطبعا احنا يمكن من حسن الطالع أن يعقد هذا المؤتمر المهم جدا، ونحن يعني الحوار الوطني يمكن خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ جلسات الاستماع، وده هيبقى من الموضوعات المهمة جدا اللي هي موضوع الهوية والثقافة المصرية. هذا الموضوع غاية في الأهمية، ان احنا بنتكلم لابد ان يكون هناك تأكيد على التنوع الثقافي. عندما تتحول الثقافة الى منهج حياة
أعتقد تتحول المواطنة إلى ثقافة شعب، أعتقد نستطيع أن نتعايش سلميا ونتعايش يقبل الآخر ونقبل التعددية ونقبل الأفكار المختلفة. نحن نحتاج إلى أن نتقبل بعضنا البعض، يعني نحتاج أن نتدرب على هذا الأمر. بالفعل المؤتمر مهم، ودكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حريصة على المشاركة والإسهام في هذا المؤتمر المهم والمحور المهم الذي يعبر عن التنوع الثقافي والحالة المصرية الفريدة في التنوع. نظمت أمانة حزب حماة الوطن في بورسعيد الصالون الثقافي للحوار الوطني للحزب، وقد ناقش الصالون قضية التدخل الأجنبي ومدى خطورته على الاستقرار. حاليا بنعيش عصر حروب الجيل الرابع والخامس، ما عادش حرب البندقية ضد البندقية أو مدفع ضد مدفع، أصبحنا النهاردة بنعيش حرب وهو الإنسان وعقل الإنسان. وهنا دورنا أن احنا نوعي أولادنا وشبابنا، بالذات الشباب هو أكتر واحد معرض. السوشيال ميديا النهاردة أصبحت للأسف أداة سيئة في حروب الجيل الرابع والخامس، فعشان كده دورنا النهاردة أن احنا نوضح هذا الكلام. وأنا بشكر يعني حزب حماة الوطن النهاردة أنه قام بهذا الدور، لأن احنا محتاجين في الفترة دي التوعية لكل الأعمار. نتكلم النهاردة في ملف شائك. الملف الشائك ده كل اللي احنا نتمنى ان في نهاية اللقاء المواطن بورسعيدي وفي الاخر خلص المواطن المصري يتوصل الى حقيقة الموضوع وخبايا الموضوع. الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة ان شاء الله التدخل الاجنبي في الشأن المصري وحقوق الانسان، وده موضوع الساعة اللي بيتم مناقشته حاليا تداوله في الدول بالكامل، والتكليف عندنا ان احنا مشارك فيه ومشارك معنا في الكنيسة والمسجد كم من الشباب زي ما سيادتك شايف كده، والحوار مفتوح وأسئلة مفتوحة. الحوار الوطني ده إنجاز هيذكر في التاريخ، هنقوله أولادنا هيقولوا لأولادهم، هيقول لهم في يوم من الأيام سيادة الرئيس فتح لنا المجال إن إحنا نتكلم مع بعض. فتح المجال لمين؟ لمئة مليون مصري. فتح لهم المجال عشان يقولوا رأيهم إزاي بلدنا تتطور. قامت مؤسسة حياة كريمة بتقديم مساعدات لأسرة بمركز ديروت بمحافظة أسيوط كانت قد فقدت 4 أطفال تحت أنقاض منزلها الذي كان يعيش فيه 15 فردا. وقامت حياة كريمة بإعادة بناء المنزل لحماية 11 شخصا المتبقيين من الأسرة، وذلك من خلال مساهمات المؤسسة بالإضافة إلى التبرعات. شهدت قرية السيد خليل التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة إجراء الكشف الطبي على 1660 مريضا وصرف العلاج بالمجان، حيث ضمت القافلة 12 عيادة و10 تخصصات بالإضافة إلى ندوات تثقيفية. الحقيقة احنا متواجدين النهاردة في قرية السيد خليل مركز الرياض. لحد دلوقتي الحمد لله القافلة محققة تردد كبير جدا من المواطنين، وصلنا يمكن ل 1500 مواطن متردد لحد دلوقتي، وما زال الإقبال المتوالي من المواطنين في اليوم الثاني على التوالي اللي احنا متواجدين فيه معاهم. جدير بالذكر ان المواطن بيتلقى جميع الخدمات المجانية المرجوة من خلال القافلة، بداية من قطعه وحصوله على التذكرة الطبية وتوجهه للعيادة للكشف عند الطبيب الأخصائي، واللي هنا فيها وزارة الصحة بتدي المواطن الفرصة ان هو يكشف كذا تخصص على نفس التذكرة الطبية المجانية اللي هو اخدها. جيت كشفت وقدموا لي الرعاية كلها، وكشفت في الجلدية يعني، واداني العلاج وبيقدموا الرعاية كلها. وتحيا مصر، وانا بحبك قوي يا سيس. انا كشفت اطفال وكشفت اسنان لاطفالي وكشفت نساء ليا، والدكاترة هنا كويسين وعلى اكمل وجه، والحمد لله كشفنا كل حاجة. توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بضربات ترجيح. بذلك أصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم بعد نسختي 1978 و1986.
بعد مباراة ماراثونية على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم. الإثارة بدأت منذ الشوط الأول، حيث تمكن ليونيل ميسي من تسجيل أولى أهداف الأرجنتين بركلة جزاء، ومن مرتدة سريعة استطاع نجم التانجو دي ماريا تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفرنسا من ركلة جزاء قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز هدف التعادل للديوك في الدقيقة 82. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت تسجيل ميسي هدف التقدم للأرجنتين مجددا، واستطاع مبابي معادلة النتيجة لفرنسا في الدقيقة 118 من ركلة جزاء ليصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح لتتفوق الأرجنتين على فرنسا. وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني ثلاثة ألقاب بكأس العالم بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا بلقبين حصدهما في عام 1998 و2018. كما حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية لأحسن لاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022، فيما حصل الفرنسي كيليان امبابي على الحذاء الذهبي لهدف البطولة برصيد 8 أهداف. وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة النهائية بتسجيله هدفين، كما تألق الفرنسي كيليان امبابي مهاجم منتخب فرنسا بتسجيله هاتريك. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، تنظيم مبادرة شتاء دافئ وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بالمحافظات. زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، وبوتين يبحث عن الدعم في بيلاروسيا. وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز. نهاية نشرة الثالثة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكراً على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.